نعرف اللي غدوة استنى فينا مباراة صعبة، يمكن منذ انطلاق القرعة كنا نعرف اللي المباراة هذه حبينا نوصلها في ظروف أفضل من هكا، حتى لو فزنا في المباراة الأخيرة ضد أستراليا اللي هي من المفروض كانت المباراة المفصلية بالنسبة لنا احنا، كنا باش نستحقوا مباراة غدوة، نتيجة مباراة غدوة. اليوم باش نلعبوا ضد منتخب بطل العالم، نعرفوا صعوبة المهمة، نعرفوا الإمكانيات اللي عنده الفنية بشرية، لكن هذا ما ينقص حتى شيء من قيمة المنتخب التونسي. من أول نهار قلت اللي عندي ثقة كبيرة في المجموعة، عندي 26 لاعب، 26 راجل بأتم معنى الكلمة نعمل عليهم، كلهم عندهم الحوافز، عندهم الثقة، عندنا الإمكانيات باش نعملوا ردة فعل. ظهرنا بزوز وجوه في الدورة هذه، عملنا مباراة ممتازة جدا ضد المنتخب الدنماركي، ما وفقناش بعض الاختيارات، بعض الظروف اللي حكمت خاصة التكتيكية في المباراة ضد أستراليا، حبينا ونعشان كنا نجم نكونوا في وضعية أخرى، حسينا روحنا قراب برشا في المباراة هذه. مالوروزمون هذه حكاية كرة القدم، نتحملوا كل مسؤولياتنا. اليوم مازال عندنا شانس. الميساج نحب نعديه للاعبين وما يعرفوه اللي ما ثم حتى شيء مستحيل في كرة القدم، دونك مازال عندنا أمل، مازلنا حيين، مازلنا واعيين وفايقين بالمسؤولية تاعنا، وعندنا كل الثقة وكل التحفيز باش نحققوا نتيجة إيجابية. إن شاء الله نكونوا موفقين، أهم شيء المعركة الأخيرة نخوضوها بحول الله بشرف وبكل روح، مهما كانت النتيجة باش نتقبلوها، لكن ديما تبقى أملنا كبير في المجموعة هذه اللي قادرة في كل مرة وإن كان دو ميور باش تعمل أون رياكسيون دورغان. خسرنا ضد أستراليا، أما غدوة عندنا ماتش، ماتش تخي امبورتون، يقعد ماتش نتاع كوب دي موند. وزاد نمنو بروحنا، نمنو بالكاليتي، صحيح باش يكون ماتش صعيب ضد منتخب كبير، منتخب اون كونفيونس، اما اون توت لي كاليتي بور و باش نعطو سور تيران، اون تو سامبلومون تو دوني، اون اون بيل ايكيب ورينا واش باهي، خاصة ضد الدنمارك، ورينا اون اون ايكيب افيك بوكو دو كاليتي، صحيح ضد استراليا كان ماتش اصعب وما عرفناش كيفاش نربحو، على غالب جونا فرص وما عرفناش زاد كيفاش نستغلوهم. اما باش يكون ماتش تري امبورطون كونتر اون بيل ايكيب دو فرانس، وان شاء الله باش نعطيو اللي عندنا، وان شاء الله اون فا كروار اون شونس اون فا تو دوني ان شاء الله. اكيد عندنا ثقه كبيره في انيس بن سليمان، لاعب شاب قاعد يقدم في مستوى ممتاز جدا، قاعد يتحسن من مباراه لمباراه، هو في فاز دابرونتيساج، قاعد شويه بشويه يحط في لي زامبرانت نتاعو، قاعد يتعلم وهذا مهم، لكن يبقى انيس بن سليمان لاعب مؤثر جدا وعندنا فيه ثقة كبيرة في المنتخب التونسي، ان شاء الله غدوة يكون حاضر موجود. نحن هو الجماهير تاعنا تخلينا نشعر بالاعتزاز وبالفخر، مهما حكينا على جماهيرنا ممكن ما نعطيوهاش الحق نتاعها، نشعر بمسؤولية كبيرة، الضغط اللي حطوه علينا هو ضغط ايجابي على خاطر نحبوا نفرحوهم، وهذا اهم شيء في كرة القدم كونك تجعل من حولك تجعل جماهير وتجعل الشعب فخور بيك، فخور بالمنتخب. هذه رسالة بالنسبة لنا احنا. بالنسبة للمباراة نتاع غدوة إن شاء الله كيف ما حكينا، ديما تبقى ثقتي في المجموعة، ثقتي في اللاعبين، نقدموا أفضل ما عندنا، وعندنا من الإمكانيات إن شاء الله كيف نكونوا في أفضل حالاتنا، والكرة جانب الحظ زاد مهم جدا في كرة القدم، إن شاء الله نكونوا موفقين باش نحققوا النتيجة اللي تأهلنا إن شاء الله وتخلينا نحققوا نتيجة إيجابية. دائما نقول خاطر تعرضنا للنقد هذا، تعرضنا لعدة أشياء قبل المونديال، وكنت واضح ليكواسيون اللي ترو سامبل، ثم انفيرونمون اكستيرن، ثم انفيرونمون داخل، انا تاير نعيشوا في الجروب عيشه ممتازه جدا، عندنا فيستير تعرف تعيش مع بعضها، عندنا لاعبين يحترموا بعضهم، كل الاطارات الفني الطبي، هذا مش من باب الكذب سامحوني في الكلمه، لا هذا الواقع اللي نعيشوا فيه، دونك عايشين جو ممتاز جدا، عندنا ثقه في بعضنا، هذا الجو اللي احنا نجم نأثروا فيه واللي نتحكموا فيه. الجو الخارجي مالوروزمون ما نجموش نحكموا فيه، ما نجموش نحكموا اليوم في الادعاءات، في الكلام، في الاراء، في الاراء المخالفه، يعني كل حد والغايات نتاعو، كل حد والروايات اللي عنده في ذهنه، احنا فقط نحب نقولوا اللي احنا نحب نفرحوا التواسة، احنا نحب بعد ما شفنا ضد بعد مباراه الدنمارك ساهمنا وحسينا اللي احنا كنا سبب في توحيد التواسة الكل، هذه الرساله تاعنا، هذا الرسالة الكبيرة تاع كرة القدم. مالوروزمون إذا كان ثم ناس تشوف أوترومون إن شاء الله ربي يهديهم هكاو. مازال مباراة، كملوا مباراتنا بعدين لكل حدث حديث.
احنا ناس تعلمنا نتحملوا مسؤولياتنا ومهما كانت النتيجه نعرفوا كيفاش نجاوبوا ان شاء الله على ارض الملعب. والسؤال هذا ان شاء الله نجاوبوا عليه بعد المباراه. ان شاء الله. عليه كيف ما حكيت اليوم صوره المنتخب التونسي قبل كل شيء، عندنا اهداف واضحه، اهداف كونه كنا اعلنا عليها بكل صراحه نحبوا نمشيوا للدور الثاني. نعرف المرور للدور الثاني يتعدى حتما انتصار ضد المنتخب الفرنسي، بعدين نعرفوا شنو ينجم يصير في المباراه الثانيه، لكن احنا دورنا كون نحققوا نتيجه ايجابيه. باش نحققوا نتيجه ايجابيه دائما نرجع ثوابت المنتخب التونسي، كونك تحب تفوز مش معناتها باش تلعب خمسه وسته مهاجمين ولا نلعبوا بتهور، لا باش نلعبوا دائما بالاتزان نتاعنا بالثوابت نتاعنا. نعرفوا اللي احنا قادرين وقت اللي نكونوا مركزين. الشيما تكتيك عندي انا ما عندوش اهميه كبيره بقدر ما هو التنشيط من الناحيه الدفاعيه، كيفاش باش ندافعوا كيفاش باش نهاجموا، هذا اهم شيء. ان شاء الله نلقاو التركيبه المثلى ونلقاو المقاربه كون نكونوا دائما في ثوابتنا الدفاعيه مع توازن هجومي، اي سورتو ان شاء الله نلقاو لي فيكاسيتي نيسيسير. حق نعرفوا اللي عندنا اوبجيكتيف اكبر من هكا، اكبر من الكلام اللي قاعد تقول. صحيح سمعنا ما الحق مش غادي ما الكلام هذاك ما مسناش، معناتها مركزين نعرفوا اللي الاوبجيكتيف كبير غدوه، ماتش كبير وعندنا فرصه كبيره باش نفرحوا تونس الكل ونفرحوا رواحنا زاده، وان شاء الله نعملوا ماتش كبير ونجيبوا لا فيكتوار. اما توسكي بوليميك اتسيتيرا الحق ما يمسناش، ومركزين على الاوبجيكتيف نتاعنا وشنو لازمنا نعملوا سور تيران سورتو. ما ننكروش اللي ثم علاقه تاريخيه كبيره ما بين فرنسا وتونس. بالنسبة لي نحن فرنسا اليوم نتعامل معها كمنافس فوق أرض الملعب، نحترم كل المنتخبات، نحترم المنتخب الفرنسي، هو حامل آخر نسخة من كأس العالم. اليوم عندنا مباراة كرة قدم، عندنا عدة لاعبين اللي ولدوا في فرنسا وعايشين في فرنسا، وهذا ما يأثر حتى شيء من قيمة المنافسة فوق الملعب. نأكد مرة أخرى اللي هي مباراة كرة قدم، باش نتعامل معها فقط فوق أرض الملعب. وكل اللاعبين اللي مولودين في تونس ولا اللي مولودين خارج تونس عندهم نفس الحافز ويحبوا يحققوا النتيجه الايجابيه ان شاء الله. هي التصريحات عصام جمعه، نحترموه كهداف تاريخي للمنتخب، ان شاء الله اذا ثم تاثير نشوفوه غدوه على ارض الملعب. كيف كيف pour les joueurs بالحق on a un objectif plus grand, on a un match important غدوه ضد فرنسا et la concentration de Colli li في ماتش فرنسا وكيفاش نحضروه. English not? Yes, please. Yeah, so we know like our fans are really important in here. They showed that their support, especially in the first and second game. They just like push into the end. They were singing and really giving us a lot of strength. So we really want to make them happy, make them proud of our country, because we know that football is very important and the national team is very important for them. And especially after the last loss against Australia, we saw that maybe the Tunisian fans were a little bit disappointed, but they were keeping singing and pushing us and supporting us. So I think tomorrow is a big chance to make them proud of us and just like giving everything for them, because we saw like the strength that they're giving us is something amazing, something special, especially in Qatar. They are maybe the best fans now in Qatar or in here. So we will just like give everything and hope like we will celebrate together after the game. Poser cette question, moi qui suis né en France surtout, et j'ai grandi en France et j'ai beaucoup de famille et d'amis qui sont en France. Comme j'ai dit, ça reste un match de football. Que ce soit la majorité des joueurs aussi qui sont nés en France, on porte tous le maillot de la sélection tunisienne. On a à cœur de réaliser un gros match et on a préparé le match. Ça va être 11 joueurs contre 11 joueurs et surtout l'objectif, ça va être de gagner ce match. Ça va être, comme j'ai dit, un match peut-être un peu spécial, surtout pour nos entourages qui sont en France, etc. Mais pour nous, en tant que joueurs, on veut tout simplement donner le meilleur et essayer d'aider les coéquipiers et surtout la nation et l'équipe nationale au maximum. Many of games and especially the games of African and Arab countries, we saw what they did really amazing, so we are proud of them, like we are really proud that they are our brothers, but we know like we can do it, we have the talent and we have the strength to do it, so of course maybe it can be an inspiration for us, but we knew it also before the competition that we can do something good in here. We showed it in against Denmark in the first game. And we know that we can do it tomorrow. So for us, we are happy for them and we are proud of them. But also, we know that we can do it, and we will just like do it to make proud everyone. Coach. Partie من كلامك وpartie لا. كنا عملوا إحصائية بسيطة تقريبا 90% من المنتخبات إحنا تابعناهم الكل.
نسبة التغيير من التشكيلة الأولى للتشكيلة الثانية، مباراة أولى وثانية، ما تتعداش لاعب اثنين في كل مباراة في كل منتخب، حتى المنتخبات اللي نزلت تقريبا هذا هو معدل التغييرات. و90% من المنتخبات تقوم بالتورنوفر في المباراة الثالثة، وهذا فيزيولوجيكمون سي ليديال لخاطر لونشينمون تاع البيرفورمانس سورتو سور البلان اتليتيك يتعمل في المباراة الأولى، في المباراة الثانية، المباراة الثالثة تولي الحكاية كومبليكي شوية، وهذا اللي خذينا بعين الاعتبار، وهذا كان مبرمج بالنسبة لنا احنا منذ انطلاق الدورة. كنا نعرفوا اللي زوز مباريات أولى باش يصير اختيارات فنية، كانت عندنا ثقة في المجموعة اللي قدمت مباراة ممتازة جدا ضد المنتخب الدنماركي. نسأل أنا سؤال، يمكن كانت صارت خمسة وأربع تغييرات في المباراة الثانية ولا قدر الله صارت نفس النتيجة، ممكن سؤالك يتغير شوية. اليوم مباراة ثالثة، المعادلة بالنسبة لنا كيفاش أكثر ما يمكن شاشيلو ماكسيموم دو فريشور، باش يصيروا تغييرات هذا شيء مؤكد، أون فا توشي لي كومبارتيمون هذا شيء مؤكد. يتأكد مرة أخرى اللي احنا عندنا ثقة وقت اللي تكلمت وقلت راه عندي 26 لاعب بنفس المستوى وعندي فيهم ثقة، ماهوش كلام، عندي ثقة في المجموعة كل كل لاعب اليوم باش يدخل ماهوش باش يكون لاعب معوض بقدر ما هو لاعب استحق له المنتخب في مباراة مصيرية، وهذا يعكس الثقة اللي عندي فيهم. ثم كونستان لازم نعرفوا ديما راهو في كرة القدم ثم لا بريباراسيون افون ماتش، ثم لو ماتش جيستيون تاع الماتش، ثم لا بري ماتش لي كونستان. دونك احنا في مقاربتنا في تفكيرنا بعد ماتش دنمارك كانت عندنا فكرة واضحة، اللي عندنا مجموعة اجتهدت قدمت مباراة ممتازة، كنا في إيلان بوزيتيف، كنا متأكدين اللي من ناحية البدنية على الأقل والذهنية قادرين باش نعاودوا الميفور، ما كانش تم داعي لا تكتيكيا لا فنيا باش نعملوا تغييرات كبيرة، حاولنا نحافظوا على الاستقرار، ما كناش موافقين وي. أبريكو في وسط المباراة تحكيها برشا على التغييرات، لكن ثم ديما ثم نظرة عند المدرب شنو هو تغير، شنو هو اللي تأمل من التغيير تاعك. احنا يظهر لي قراءتنا كانت صحيحة، عدينا شوط أول تكتيكيا وجدنا صعوبات لأنه المنتخب الأسترالي ضغط عالي جدا، ما خلناش نخرجوا الكرة نلعبوا اللعب اللي احنا نحبوه، طحنا في البياج تاع الكرة الطويلة اللي ما كانش هذا المخطط تاعنا، لكن سيتي بار اوبليغاسيون سيتي بان شوا تكتيك. دوزيام ايتون شفنا اللي احنا لازمنا نغيروا في الرسم التكتيكي باش نعطيو أكثر حلول، نعطيو أكثر موبيليتي ودي سوليسيون في لونتر جو في وسط الميدان، قمنا بالتغيير، دخل فرجاني ساسي أعطانا حلول على مستوى امتلاك الكرة، مسكنا الكرة. ممكن ثم دي شي تكنيك تاع عدد 3 4 كرات لكن ماهمش مؤثرين في الفيزيونومي تاع الماتش. قمنا بالتغييرات الهجوميه، تعدينا من 3 4 3 تعدينا ل 4 3 3 ثم 4 2 3 1، حاولنا نلقاو الحلول، كملنا تقريب بنفس هجومي كبير، سيطرنا، ما كناش موافقين وي، لكن هذا ما يعنيش لي ثم ندم. بعد الماتش ثم كونستان، ثم كونستان لي سور البلان اتليتيك في النيفو هذا سي با اوسي ايفيدون باش تكمل افيك لا ميم بيرفورمانس. وي هو بخزري ستانجور كاتب بورنو، دونك عنده امبورطانس كبيره، الى لا كونفيونس تاع الجروب كل، سي لو دوزيام ميور بوتور اون ليستوار دو فوتبول تونيزيان، دونك بوكو دو ريسبي بور وابي خزري. اليوم ثم دي شوا، المباراه الاولى والثانيه تكتيكيا شفنا اللي نجموا نلعبوا بمهاجم اخر في مواصفات عصام جبالي، كان قدم مستوى ممتاز جدا، هذوما دي شوا. وقت استحقينا وابي الخزري في المباراه الثانيه كان موجود، اعطانا الاضافه، اعطى حلول مهمه جدا. يبقى وابي الخزري فنيا تكتيكيا لاعب مهم جدا للمنتخب التونسي، وعنده ثقه الاطار الفني وثقه المجموعه. Joueur de grande expérience qui apporte beaucoup de par son leadership, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. On sait très bien qu'il a beaucoup donné aussi pour l'équipe nationale et qu'il a réalisé une belle carrière. Il a joué dans de grands championnats, dans de bonnes équipes. Et pour nous, c'est sûr, c'est une chance de l'avoir dans le groupe, de profiter de son expérience et de ses conseils. Et c'est un joueur de très grande qualité, comme j'ai dit, sur le terrain, mais en dehors, c'est aussi un leader qui apporte toujours des conseils et qui est bienveillant et qui pousse le groupe et ses coéquipiers vers le haut toujours. Dans le tarif, nous n'avons pas joué beaucoup de matchs avec le منتخب الفرنسي. Nous savons que la France est une ville de court قدم, c'est une nation de foot et on respecte ça. على حد ذكرتي نعرف اللي ثم انتصار من 20 و 30 سنه المنتخب الفرنسي ثم زوز تعادلات في مباريات وديه. اليوم عندنا فرصه باش نلعبوا مباراه رسميه مصيريه اللي نحن عكس المنتخب الفرنسي اللي يمكن ضمننا التاهل تاعه، باش نتعاملوا معها فقط كمباراه فوق الميدان 11 ضد 11، منتخب ضد منتخب، عندنا كل الحوافز باش نحققوا نتيجه ايجابيه، باش نقاتلوا على حظوظنا لاخر لحظه، بعدين نتيجه المباراه
تحكم فيها إلا واقع المباراة. إن شاء الله فرنسا تكون حاسمة لتأهلنا، حاسمة للمنتخب التونسي باش يحقق الهدف نتاعو. بامبورت بعدين شنو مصير المدرب، هذه تبقى كرة قدم، لكن أهم حاجة تهمنا اليوم اللي احنا فوكاليزي على الأوبجيكتيف نتاعنا سبورتيف اللي نحبوا نحققوا النتيجة، إن شاء الله نكونوا موافقين فيها باش تخلينا نحققوا الهدف نتاعنا. كانت معناتها لازم ريفليكسيون كبيرة مهدي، خاطر هذا واقع في نهاية الأمر، عملنا زوز مباريات ما سجلناش، لكن ديما اللي يقلق أي مدرب وقت ما تخلقش فرص، وقت اللي ما تحطش الأداء ما تحطش الآليات اللازمة باش تخلق الفرص هذه. احنا شفنا اليوم نلعبوا في اعلى مستوى في اعلى مسابقه موجوده في تاريخ كره القدم. الوقت تلعب ضد منتخب الدنمارك اكيد ماكش تجيب 5 و6 فرص. منتخب الدنمارك بقوته بنجومه تقريبا ضد المنتخب التونسي شفناه خلق فرصه واثنين. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي ضد المنتخب الاسترالي، تحطينا في وضعيات سهله حتى على الاقل قول ما بين الزوز مباريات ثم 5 و6 فرص كانوا واضحين. ما كناش موفقين، ثم الرياليزم في الكره، ثم الافيكاسيتي. اليوم الافيكاسيتي هي اللي غابت، ماهوش الترشيط الهجومي، ماهوش خلق الفرص. في كرة القدم في بعض الأحيان زادة لازم تكون محدودة شوية، كيف نشوف المنتخب الأسترالي ما غير ما نقص من قيمة الاستحقاق نتاعه ولا الفوز نتاعه، نعمله في الستاتيستيك اليوم تقريبا نصف فرصة دث بها الفارق، كانت عنده النجاعة الكافية باش خذ 3 نقاط، عكسنا احنا اللي تقريبا كانوا 4 فرص واضحين، مالوريزمون هذه كرة القدم. اليوم لازمنا احنا نتعامل بكل ايجابيه، مازال عندنا مباراه صحيح ضد منتخب كبير، ضد منتخب من افضل المنتخبات لي طونطون للتيتر، لكن احنا لازم ديما نبقوا ايجابيين في تفكيرنا، ما نساوش اليوم تم عامل مهم اللي احنا اقل شيء 2018 في المسابقه الاخيره وحتى اللي قبلها كنا نوصل للمباراه الثالثه واحنا حظوظنا منعدمه تقريبا. اليوم احنا مازلنا حيين، مازالت عندنا مباراه صعيبة لكن ماهيش مستحيلة، إن شاء الله نكونوا موافقين ونعملوا النتيجة الإيجابية، وإن شاء الله الفاعلية بحول الله تحضر في المباراة هذه. Juste après le match c'était assez frustrant. On sentait qu'on avait les qualités pour remporter ce match et on avait le niveau pour. Mais après dans le foot c'est pas une science exacte. On a malheureusement on n'a pas pu concrétiser nos actions et on n'a pas pu sortir avec 1 ou 3 points. Mais même si l'objectif était réellement de gagner ce match, on l'a pas pu et on est sorti avec un peu de frustration. Mais ce qui est bien dans ce genre de compétition, c'est qu'on joue chaque 3-4 jours et on n'a pas le temps de rester frustré ou de penser à notre défaite. Au contraire, on a une occasion en or de pouvoir se racheter et de faire une belle réaction et montrer un beau visage contre la France. Et on va pas dire que le match de l'Australie sera oublié si on gagne, mais c'est sûr qu'on a une belle chance de pouvoir réaliser quelque chose quand même de grand demain contre la France. Et on est tout de suite focalisé sur notre objectif et on veut tout simplement faire le meilleur match possible demain. Ça va être un match peut-être assez compliqué au niveau de l'émotion et de la gestion du match, mais on est très bien préparé, notamment les 2-3 derniers jours. On a fait des belles séances d'entraînement et on sait ce qu'on doit faire. On sait tout simplement qu'on ne doit pas se disperser, ça reste un match de football et on doit jouer avec le maximum d'équilibre et d'intelligence. On sait que ça va être un match compliqué, c'est une équipe avec de très belles individualités, qui sont une très belle équipe en transition, notamment avec Mbappé qui est l'un des meilleurs au monde dans ce domaine et l'un des meilleurs joueurs au monde, on le sait. Mais il ne faut pas aussi qu'on prenne l'adversaire aussi trop de haut et qu'on se dise que ça va être un match où on doit faire que défendre, où on doit faire que attaquer, on doit tout simplement jouer notre jeu, on doit essayer de croire en nos compétences, en nos qualités et en espérant qu'on va faire le meilleur match possible. Et comme j'ai dit, Mbappé, comme vous l'avez dit, je l'ai affronté il y a 2 semaines, mais ce n'est pas lui contre moi, c'est l'équipe de Tunisie contre l'équipe de France, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, il y aura une physionomie du match, il y aura un stade, il y aura des supporters. Il y aura un enjeu et ça sera à nous, comme j'ai dit, d'être concentrés, d'avoir cette qualité aussi d'équilibre et de patience pour faire le meilleur match possible et sortir avec le meilleur match.